لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ، وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمالها. هو الدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. عاش اللي قال الكلمة بحكمة والوقت المناسب. عاش اللي قال لازم نرجع قصدنا من كل الغرب. عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين زحاف. مسح العبور عار الهزيمة السابقة وكان أكبر فرحة للشعب ومفخرة للجيش المصري، والحمد لله الذي رد لنا اعتبارنا على أيدي قائدنا وجيشنا.